في نفس الوقت دارت 5 ورش عمل بالتوازي في القطاعات المختلفة اللي مصر بتطرحها في هذا المؤتمر لجذب مزيد من الاستثمارات. بيسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الآن أحد رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر، الأستاذ محمد شرباتلي، عضو مجلس إدارة سيتي ستارز بروبرتي، وهي شركة سعودية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني حضرتك تابعت النهاردة كلمة رئيس الوزراء عن الإصلاح الاقتصادي في مصر، تابعت أيضا المطروح من مشروعات في قطاعات مختلفة، كيف ترى خطة مصر في هذا الإصلاح وقدرتها على تخطي المعوقات؟ بعد هذا المؤتمر فينا نقول مصر إن شاء الله في طريق جديد للاستثمار. قانون الاستثمار الجديد غير كثير من فكر المستثمرين العرب خصوصا والأجانب. قانون متوازن جدا، مشجع جدا. كلمة السيد رئيس الوزراء اليوم واضحة، والحمد لله كان عندنا اليوم إعلان نحن مع السيد رئيس الوزراء ومعالي وزير الإسكان عن توقيع أكبر مشروع تطوير عقاري في الساحل الشمالي، مارينا على 11 مليون متر مربع، مجموعتنا وقعته اليوم الحمد لله. مبروك يا فندم. وهل لكم أي مشاركة في ما طرح بالأمس عن عاصمة مصر الجديدة، القاهرة الجديدة، والتي ستكون يعني امتداد في شرق القاهرة؟ مشروع طموح جدا، أعتقد أنه مشروع استراتيجي للمنطقة القاهرة بالكامل. مقدمين نحن على بنتفاوض مع الحكومة المصرية على المساهمة في تطوير بعض المناطق، خاصة على أول طريق السويس بداية المشروع. إن شاء الله مشروع واعد جدا، ونتمنى أن نأخذ منه حصة. مصر عدلت بعض القوانين الخاصة بالاستثمار للتسهيل على المستثمرين وتحفيزهم على مزيد من الاستثمارات في مصر، إلى أي مدى بترى أن هذه التحفيزات والتعديلات جاءت لتسهل عملكم؟ والله نحن كمجموعة مستثمرين في مصر من سنة 1950 ميلادي، من الآباء يعني. بعد تعديل هذا القانون استطيع اقول لك انه اخيرا اخذوا بوجهة نظر رجال الاعمال في ايجاد توازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن المصري بعدم الجور على حقوق المستثمر. الان نستطيع ان نقول على الاقل هناك قانون متوازن يعترف بتحكيم الدولة في حالة خلافات، وهذا كان اساس المطلوب. خطوة جدا موفقة وكنا منتظرينها من سنين. بنشكر حضرتك يا فندم، وسنعود ونتواصل معكم من جديد في ثاني يوم لفعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار في مصر. شكرا.